في حاليا فيما يخص المدير الفني للنادي الاهلي. السبب في هذا الارتباك هو فايلر وعدم حسم الكابتن محمود الخطيب وشروط موسيماني وترشيح مدرب تشيك من الراجل بتاع قطاع الناشئين والارجنتيني والبرازيلي المطروحين وقلبوا دماغ المسؤولين في النادي الاهلي اوزفالدو اوليفيرا البرازيلي وقالوا أرابياتا الأرجنتيني وزوران ماميتش ثم موسيماني وشروطه ولا زال هو الأقرب في الصورة. أحمد ميزو من روسيا، أهلا بك يا أبو حميد. أتكلم معاكم في كل حاجة خاصة بمدرب النادي الأهلي لأن الأخبار متلاحقة ومتسارعة في النادي الأهلي والأحداث بتجري والدنيا بتجري، ايه اللي بيحصل وايه اللي بيجرى هقول لكم على كل حاجه عندي بما يرضي الله. هبدا معاكم بموسيماني. وليه هبدا بموسيماني؟ لان هو موسيماني كده في ناس كتير النهارده عماله تقول لك مصدر في النادي الاهلي ينفي التفاوض مع موسيماني والله العظيم انا كلمت برضو مصادر مسؤوله ونفي التفاوض مع موسيماني، قلت لهم يعني مش جاي اقول تبقى وعد منك انه مش جاي، قال لي لا في الصور. طب يبقى جاي، يبقى من ضمن الناس. قال لي وان هو خد بقى المفاجاه ان مفترض موسيماني يبقى في القاهره الخميس، لكن مفيش حاجه مضمونه. ليه مفيش حاجه مضمونه؟ الكابتن سيد عبد الحفيظ ابلغ الكابتن محمود الخطيب امس ان الخواجه ريني فايلر اعد جدول الاسبوع المقبل. قال لهم اهو من يوم الخميس اليوم الحد موعد مباراتنا مع المقاولون العرب، الجدول اهو، عمل الجدول وحطه على السبور. فمعنى كده الراجل حتى الان ما قالش انه ماشي. فكابتن محمود الخطيب شرطه مع الراجل ان هو هتمشي جدد قبل ما تمشي، وكان قبل كده بيقول له نبعت نجيب الاسره، قال له لا ما تجيبش الاسره. قال له طب جدد قبل ما تمشي، قال له مش هجدد قبل ما امشي، اديني المكافأة قبل ما نمشي وانا رايح وجاي. فما فيش صورة واضحة في موضوع المدرب ده، بس مباشر. ايوه يا استاذ، اللي يقول لك ان الصورة واضحة فيما يخص المدير الفني للنادي الاهلي مش واضحة. والكابتن محمود الخطيب حتى الان في ارتباك من موضوع فايلر، اربك كل حسابات. امبارح حط الجدول، قال لك طيب ماشي هنضمن، احنا كده نضمن ان الراجل يسافر ويجي. قالوا له يا كابتن في علم الغيب محدش يضمن. قال لهم طيب لو سافر من غير ما يبقى عندنا ما يثبت ان هو مسافر وجاي، اعمل ايه قدام الجماهير؟ السفر يوم 12 وهو على جدوله يسافر يوم واحد ويرجع يوم 4، يعني يشتغل يوم 5 او ربما حتى وفقا لوعوده ان يجي يدير مباراه المقاولين، اعمل ايه واسوي ايه؟ فالكابتن محمود الخطيب الله يكون في عونه، لكن في الإدارة في ثوابت. في ثوابت يعني إيه في الإدارة؟ يعني ما تخليش حد ليدنج على النادي الأهلي أو أعلى من النادي الأهلي أو يبقى أبر هاند على النادي الأهلي. فمستر ريني فايلر رافض يدي أي ضمانات، قال لك أديك ضمانات ليه؟ وأنا عقدي معاك. قال له طب ما العقد فيه بند يا عم فايلر، يخرب بيت كده. ما أنت اللي ربكت كل الحسابات، ما أنت كان يمكنك انك تسافر في اي وقت مضى، لكن انت متمسك بالسفر في وقت الاستعداد لمباراه الوداد المغربي. ده ازيدك من الشعر بيت، ان هو قال لك سيزا هيشيل، وسيزا النهارده بيقول لك عمل المسحه الخامسه طلعت ايجابيه فيما يخص كورونا. انا بحكي لك كل الملابسات، لا يوجد شخص في العالم بما فيها كابتن محمود الخطيب يؤكد من سيدير النادي الاهلي فنيا بدءا من يوم الخميس، لا يوجد. الارتباك سيد الموقف، طب ازيدك من الشعر بيت، هي كل المواضيع داخله مع بعضها عشان تكونوا فاهمين. يعني ابدا الاول بموسيماني عشان يبقى الدنيا واضحه. مستر موسيماني مرتبط بتعاقد مع صن داونز 4 سنين ولسه مجدد من 4 شهور، ويأمل في ان هو يكون المدرب التاريخي لصن داونز والاستمرار معه مدى الحياه.
عرض النادي الاهلي مغري جدا 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 له. بعت شروطه للنادي الاهلي وهي عاوز مدرب حراس مرمى فقط. إدارة النادي الأهلي بما فيها الأسطورة محمود الخطيب طلب يبقى معاه عضو في الجهاز المعاون. تم الاستقرار على سامي قمصان ويامكن ميشيل اللي مع فايلر يكمل مع الفرق في حال حضور موسيماني. قال لك أنا باجي بجهازي وباجي بجهازي. فتم الاتفاق على وراتب شهري 100,000 دولار وده رد. بعض الناس بجوار الكابتن محمود الخطيب قال له الاهلي يجيب مدرب من جنوب افريقيا؟ قال له يعني مش دي مكانه النادي الاهلي؟ النادي الاهلي طول عمره بيجيب مدربين من المانيا، انجلترا، المجر، هيدوكوتي مثلا، يعني غالبا بيبقى المان او انجليز، ومؤخرا بقى برتغاليين، لكن طول عمر الاهلي، واحيانا هولنديين، لكن عمر الاهلي اول مره الاهلي بيروح لسويسرا لما جاب لنا الشوكولاته فايلر. طب دلوقتي هتروح لجنوب افريقيا؟ طيب في حته مخوفه النادي الاهلي من موسيمان، ايه هي؟ قال ان الفرق الاربعه الموجوده في البطوله قويه، وكان صريحا زياده عن اللازم، وربما صراحه تصل الى مرحله الجبن، انه قال ان هذه البطوله للوداد المغربي، وان الوداد افضل من النادي الاهلي فنيا، وان هناك ان عناصره تتفوق على النادي الاهلي، وانا لا اعد بتخطي عقبه الوداد ولكن اعد بالفوز ببطوله افريقيا القادمه. اعد بالفوز ببطوله افريقيا، بقول لك رايه الفني. طيب مين اللي رشح موسيماني للكابتن محمود الخطيب؟ عدد من شباب الاهلي المثقف الواعي على السوشيال ميديا عملوا تحليلات وحكايات وروايات، وقال لك ده اكتر واحد عارف بالكره الافريقيه، اكتر واحد بتاع ده عارف الاهلي وعناصره، لعب سنتين معاهم، هو متفوق علينا، عارف عيوبنا، عارف مميزاتنا، وهكذا. والكابتن محمود الخطيب مقتنع به بنسبه كبيره جدا جدا جدا. لكن بيقول لك على موسيماني مش برستيج الاهلي. خلي بالك الكلام ده بدا يتقال دلوقتي. من مين؟ من الصقور بتوع النادي الاهلي. عشان كده لما طلع الكابتن عنوان سعد القيعي، انا بحترمه جدا جدا وبقدره جدا 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 وبتفق واختلف مع ارائه، يعني من 30 سنه بنتعامل مع بعض دون اي حساسيه. لما قال جمله مش معنى انك بتحب الاهلي انك توجهه وتنتقده في العلن اذا لم يرق لك اي قرار، كان المساله خاصه بالجزئيه دي. ليه؟ قال لك برستيج الاهلي اسم مدرب اسم. طب احنا هنقول حاجه، جوزيه لما جه النادي الاهلي ما كانش اسم، كان مدرب بلنسس البرتغال، وكان بلنسس في قاعه الجبل، كانش عامل غير بطوله كاس واحده فقط في البرتغال على مدار تاريخه. جه هنا صنع تاريخ. توني اوليفيرا جاي من البرتغال اسم، قعد هنا 10 اسابيع ومشي لانه فشل. ايوه يا عم، بعتوا العقود، بعتوا العقود والعقود ترد عليه والاتفاق تم. انا بقول لك على المخاوف، ما هو مش ده المرشح الوحيد، لكن موسيماني الاتفاق تم على كل حاجه. انا ما بقولكش انه ما بعت العقود له ولغيره كمان، مش عايز احلف، بس انا كنت بكلم مين يعني. كان بقول لك بعت العقود واتفق، بس بقول لك دلوقتي ما يدور، ما هو الخطيب مش هياخد القرار لوحده، هيبقى فيه ثلاث ملفات وهيتعرضوا على المجلس يوم الخميس. وممكن يوم الاربع بالليل الكابتن محمود الخطيب يعمل لفه بالتليفونات على مجلس الاداره ويستقروا على واحد ويبعتوا له التذاكر. او بكره كده وهم بيحتفلوا بشطب مرتضى من سجلات الرياضه المصريه وابلاغ المؤسسات الدوليه ويبقى في فرحه حلوه يعملوا ده. لكن انا بقول لك دلوقتي الواقع ايه؟ الواقع ايه؟ اصل انت مش رايح تشتري بطيخه من السوق. انت هتتعاقد مع شخص يعني هيغير مزاج، يسعد سعادة بإذن الله أو حزن لا قدر الله في تدريب النادي الأهلي. فبقول لك كل اللي بيتقال، موسيماني، أنا بقول لك موسيماني رقم واحد. موسيماني رقم واحد، لما بقول لك الكلام اللي قاله المهندس عدلي القيعي، لأن اللي اقترح موسيماني هم مجموعة من الشباب الأهلاوي المثقف على السوشيال ميديا.
اللي هم سابقين انا يعني ايه زي عمر ابن كده، بس هم طبعا اكبر منه سنا، يعني مثقفين ومتابعين وعارفين ايه اللي بيحصل في الدنيا وبيتابعوا السقطه واللقطه ولغتهم كويسه وحاجه مشرفه. قعدوا مع الكابتن وقالوا له ان ده الافضل. فالمهندس عبد القيعي لما بيقول مش معنى انك بتحب الاهلي انك توجهه وتنتقده في العلن اذا لم يروق لك اي قرار، معناه ان بقول للشباب دول افرضوا ما جاش هنعمل ايه؟ هنقلب الدنيا؟ مش هنقلب الدنيا. لكن موسيماني اتفق على مدرب مساعد ومدرب حراس مرمى والجهاز معاه والراتب 100,000 دولار صافي له، وجهازه بقى معرفش اتفقوا مع جهازه على كام، معرفش اتفقوا مع جهازه على كام، لكن انا بكلمك عليه هو، لان هو كان بياخد هناك 100,000 دولار يتخصم منه 40,000، الضرايب هناك عاليه بيقولوا 35 و40، وكان قبل كده بياخد 60 كانوا بيصفوا على 40 ولا 35، ففي الاخر يجي ياخد 100,000 دولار صافي الضرايب، صافي الضرايب. طيب مين اللي بعد موسيماني لو ما فيش كان ده برضه من بق ناس مسؤوله في النادي الاهلي؟ تيم كات اللي هو المدرب الهولندي الشهير معجب بيه جدا برضه كابتن محمود الخطيب، وفي ارو اباريانا الارجنتيني بوكا جونيورز، لكن ايمن الرمادي قطع لهم فيه وقال لهم ان هو مش صفوه اولى في الخليج، ليفل 2 في الخليج، وعصبي وبقاله سنه ما بيشتغلش، ده اللي قاله ايمن الرمادي لما سالوه في النادي الاهلي. وفي بعد كده اوزفالدو اوليفيرا مدرب فلومونزي البرازيلي، و دول ابرز الناس، دول ابرز الناس اللي مطروحين. بالمناسبه خد مني يا بيه راي انكر ابو المعاطي، مفيش عماد النحاس مع اي حد، مفيش عماد النحاس، مفيش عماد النحاس في اي جهاز جاي. الكابتن الخطيب تراجع عن فكره عماد النحاس حفاظا على استقرار نادي المقاولين العرب، وان هو ما يبقاش بيهز فرقه كبيره زي فرقه المقاولين العرب. وسبب اخر لا داعي له، ففكره الفكره دلوقتي عند الناس اللي بيشاورها كابتن محمود الخطيب من خارج المسؤولين في النادي الاهلي، برستيج النادي الاهلي، البرستيج بتاعه ايه؟ يبقى المدير الفني من جنوب افريقيا مكسب للمدير الفني بتاع جنوب افريقيا. طب هل هو الافضل حاليا في افريقيا؟ هو واحد من افضل المدربين في افريقيا شئت ام ابيت، عارف الناس. في بقى وجهه نظر ثانيه قال لك الكوره مش كيمياء، بقول لك وجهه النظر دي، بقول لك وجهه النظر دي والله الموفق والمستعان. يعني ايه كوره مش كيمياء؟ يعني اي مدرب هيجي هيشتغل، هيدور ويشتغل، والكوره في العالم كله كوره. لما مدير فني يجي برازيلي، يجي ارجنتيني، يجي هولندي، يجي الماني، الاربع مدربين اللي بنتكلم فيهم دول بجانب موسيماني، هيتفرج على عدد من شرايط الوداد المغربي وعدد من شرايط الرجاء وعدد من شرايط الزمالك، عرف الدنيا. ده قول احد المسؤولين المهمين في اختيار المدير الفني الجديد بالنادي الاهلي. ده احد المسؤولين المهمين في اختيار المدير الفني الجديد للنادي الاهلي. قال لك ما هياش كيمياء، انا منحاز لموسيماني. اقول لك ايه يا سيدي؟ اقول لك في مسؤول في النادي الاهلي قال لي ده جاي يوم الخميس يا اونكل، قلت له والله العظيم انت هتوديني في داهيه مع اصدقائي، قال لي خد مني انا عمري كدبت عليك في حاجه، ده انا صاحب الانفراد الاول اللي قلت لك ان فايلر ماشي، قلت له حصل. قال لي وانا اللي قلت لك محمد يوسف جاي، قلت له حصل. وانا اللي قلت لك ان هيتراجعوا عن محمد يوسف، قلت له حصل. قال انا بقول لك، وانا اللي قلت لك العقود اتبعت، قلت له حصل. قال لي وانا اللي بقول لك موسيماني جاي الخميس، قلت له ده لسه ما حصلش. لكن برضه قال لي هذه الامور، لان ما باخدش من مصدر واحد. عندنا يعني انا اصلا عندي زميلين في النادي الاهلي بيغطوا النادي الاهلي، فضل ان انا بتواصل مع الناس. واقول لكم على حاجه، اعضاء مجلس الاداره في النادي الاهلي ليسوا على علم بكل التفاصيل. ليه؟ بيتكسفوا يسالوا امير وهم اعضاء مجلس اداره، وبيتكسفوا يسالوا كابتن محسن صالح وهم اعضاء مجلس اداره، وبيتكسفوا يسالوا
خالد بيبو بيتكسف ويسأله زكريا نصر، يقول لك احنا مفترض بندير، احنا اصحاب القرار، وكابتن محمود الخطيب مفوض، الله يوفقهم في الاختيار، وفي الاخر هيعرض علينا ثلاثة او اثنين، او ايه رأيكم، او انا مؤيد لهذا القرار، انا عاوز الفلاني. اي قرار في الكورة في الاختيار يبقى خارج كابتن محمود الخطيب والناس هتأيده، محدش هيعترض. ليه؟ لانه مش هيروح يجيب حد غريب. منى احمد اهلا بك يا منى، منور روشتيني يا منى. وابو زيد الخرش، فين اللايك والشير والصلاه على الزين؟ اللايك والشير والصلاه على الزين والسبسكرايب وتفعيل الجرس، وادعي لنفسك وللوالدين والغير عشان العيال بتوع الهاكرز، ربنا ياخد ربنا ياخد ربنا ياخد. شوف واحد بيقول لي اشمعنى منى، عشان كانت بتنادى على احمد، يا لا كنت انت صغير يا منى يا احمد، بيقعدوا ينادوا على بعض واحنا قاعدين نتفرج على الفيلم. لايك وشير وصلى على النبي الزين، يحفظكم رب العالمين ويبارك فيكم. فده موضوع المدرب فايلر، اربك حسابات الكابتن محمود الخطيب، وحط الجدول للتدريب ليوم الاحد، وقال انا ما قلتش ان انا ماشي، انا بقول ان انا رايح زياره اربع ايام وجاي، بعد ما كانوا اسبوعين بقوا 10 ايام، بقوا اسبوع باربع ايام، جاي يوم الاحد. فهنا في جلسه هتبقى، وبعدين هو كان فاهم ان يقول همشي الدنيا هتتهد، او هيتمسك بقرار الدنيا هتتهد خالص عادي. القرار الان عند كابتن محمود الخطيب، اما انه يسلم عليه يقول له شيك هاند كمل معانا، او باي باي. هتسالني انا هقول لك يعني الوحيد اللي يملك القرار هو كابتن محمود الخطيب، لإحساسه بإيه؟ إحساسه المدرب ده هيروح ويرجع ولا هيروح ويضرب مقلب؟ لو هيروح ويرجع يا سيدي الأربع أيام دول خليها عليك يا بيب، هيقولوا عليك إنك يعني رجعت في كلامك، معلش استعجل. لكن لو إحساسك يا كابتن محمود إنه هيروح ومش هيرجع يبقى خلاص. هات حد تاني. أنا طبعًا زعلان إنه رفض كل إغراءات الكابتن محمود الخطيب، يبعت يجيب المدام، وسط خالد مرتجي وأسرته عند المدام بتاعت فايلر، كلهم رفض، وهو صمم على السفر في هذا التوقيت. يتخوف الكابتن محمود الخطيب من صدمة موجعة مؤلمة، وأحيانًا وساعتها تبقى صدمة رهيبة، وغضب الجماهير هيبقى عنيف ضد الخطيب. لو فايلر قال له أنا راجع والكابتن الخطيب آمن له وسافر فايلر وفوجئنا بتعاقده مع أحد الأندية، ساعتها يبقى قفل. طب هل يضمن الكابتن محمود الخطيب عودة فايلر؟ لا يضمن، ولا احد يضمن، الضامن هو الله سبحانه وتعالى. لكن احساسه بيه في الاجتماعات هو ده الموضوع. لكن اجي احط الجدول واحطه على الحيطه وانا مش عارف ايه وكذا وكذا وكذا، ويوم الاحد ماتش المقاولين التشكيله اهوت اللي هنلعب بيه، وهنرجع الاساسيين ونعمل ونسوي ونبدا كذا وحطت النهارده القايمه مباراه ترسانه بكره. طب الجمهور مش قابل فايلر دلوقتي، طب الجمهور بيحذر الخطيب من ان هو يجي مع فايلر، طب نسبه ان فايلر يقعد كام في المنيا؟ من بق مسؤول في النادي الاهلي متداخل في التفاصيل 10% بس. قلت له نسبة استمرار فايلر، قال لي 10%. قلت له ليه؟ قال لي ان الاسطوره مخلوق منه، وانا بقول الاسطوره، الواد مرتضى دلوقتي بيقول زي الاسطوره. طب انا بقول الاسطوره عشان بحبه، انت بتقول الاسطوره عشان بتكرهه وبتسخر منه، لكن هو اسطوره رغم غصب عن اي حد. فاكهه الكره المصريه والعربيه والافريقيه، متعنا بالكره كده واحنا اطفال، وعشنا معاه حلاوه الكره وحلاوه اهدافه. رئيس نادي يصيب ويخطئ زيه زي اي حد، اي قرار فيه صح وغلط، في ملاحظات عليه في الاداره، في ملاحظات بالجمله في الاداره، بتتقال بتتقال، ما تتقالش ليه؟ بس تتقال وانت حابب مش وانت كاره، وانت بتوجهه وانت بتتمنى له الخير مش وانت نفسك انه يغلط. فهنا هو الوحيد كابتن بيبو هو اللي يقول لفايلر يقعد ولا يمشي، وانا مع انه يمشي. رغم ان ليه بقى؟ لانه عمال يتلاعب بيك الاسبوع